محمد، محمد تو في اجابتك وانت جاوب حبيبنا فايز قلت انه انا تجاوزت الالم. انا ابغى دائما الناس يقولون محمد تجاوز الالم، لكن ابغى نشوف ايش اول خطوات تجاوز الالم بالنسبه لمحمد. اول خطوه لتجاوز المشكله او الالم او الصعوبه هي اعترافك بوجودها. اذا انت ما تعترف بوجود المشكله ما تقدر تحلها، ولا يقدر المجتمع اللي حولك يساعدك في حلها. لو ما كنت اعترفت بان انا اصبت وصار عندي هذه الاعاقه، وانه انا يجب علي ان اواجه حياتي بهذه الاعاقه اللي انا ما استطعت اني ازيلها عني، فمن باب اولى انه ما تقف حياتي عند هذه العتبه. ايضا انت اخوي محمد، لو ما اعترفت بمشكلتك ما كنت في هذا المكان. بالضبط. صح، ما كنت في هذا المكان، ولا كنت قدوه للناس، ولا كنت ملهم. على الرغم انه يمكن لو تركت للمجتمع فرصه انهم لبعض افراد المجتمع انهم ينهشونك ما كنت متواجد بهذه الابتسامه الجميله. صحيح. اذا زي ما قال معليش حبيبنا ناصر، بعلق على موضوع الاعتراف بالمشكله هو اهم الحلول اللي تخليك تساهم عفوا في تجاوز المشكله. طبعا. اليوم محمد انت في مسيرك في الحياه طبيعي في ناس جو قالوا لك ايش فيك، لا تسوي متحمس، اقعد، بس تجاوزت هذه الاشياء وبالتالي اليوم بشموخ وبعزك موجود. شبكه المجد، القنوات الآمنة للأسرة.